يعني هو الشباب اتعقدوا شوية من نسب الطلاق العالية، مع ان في بعض يعني الابحاث او الارقام اللي جايه بتقول بالرغم من ان حالات الطلاق كتير لكنها مش اللي تخد. لا ما تخدش. هل برضو شافوا ان المسؤوليات، الحاله الاقتصاديه، عيش حياتك الاول، مسؤوليات العيال، تكلفه الانجاب والمصاريف، درجة من الفهم المتعمق لمفهوم المسؤولية في الزواج؟ يعني كان قبل كده اللي هو كنبة وقلة وكوباية. أيوة. مش هتنفع. ده الطموح. سقف الطموح. دلوقتي ما بقيتش ده. كمان هنا الشراكة المجتمعية، درجة الوعي الكبيرة اللي بقت عند الشباب، درجة التطلع والطموح. احنا اصبحنا طموحنا حتى بقى مفترس للأسف، يعني بقى متعب. ليه؟ لأن كله عنده تطلعات كبيرة وعنده طموحات كبيرة، فعنده أحلام كتير لفرص الزواج، للحياة الأسرية. كمان تحمل البنت المسؤولية كبيرة في الزواج، وتقبل المجتمع لهذا الوضع. يعني ما بقاش المجتمع الصورة الذهنية للراجل ان لازم هو اللي يصرف، ولازم هو اللي يتحمل المسؤولية، ولازم هو اللي يجهز، ولازم هو اللي يأسس البيت، وهو اللي يجيب الشقة، وهو اللي يدفع المهر. كل المفاهيم دي بدأت مع صعوبات الحياة، مع متغيرات الحياة حصل لها اختلاف، واصبح المجتمع عنده درجة لتقبل ده بدرجة كبيرة. فأصبحت البنت كمان اللي هتشارك في الحياة، وهتشارك في تجهيز وتأسيس البيت، وهتشارك في مسؤوليات الأسرة، ما بقتش مستعجلة قوي على الزواج إنه حد يتولى مسؤوليتها. وأصبحت الأسر كمان، حتى الأسر الفقيرة، ما بقتش مستنية حد يجي يحل مشكلة فرد زيادة في الأسرة بإنها تتزوج. ليه؟ لأن أصبحت البنت إلى حد ما منتجة. أصبحت الأسرة هنا عندها نظرة أكثر عمقاً لمسؤوليات الزواج، وأصبحت كمان البنت محملة بأعباء في الزواج. يعني حتى في الطبقات البسيطة، ويمكن إحنا بنشوف الأمهات الغارمات وبنشوف كل ده. أيوة. مرتبط بالإنفاق على زواج الفتيات. صح. فما بقتش زي الأول إن أنا هخلص من عبء البنت، لا، دي الأسرة كمان لازم تكون مستعدة للمساهمة في متطلبات الزواج وفي أعباء الزواج. ففي أعباء اقتصادية رفعت المعدل ده، في درجة تعليم أصبحت أعلى، فالبنت بتتعلم وبتثبت جدارة في التعليم. وعلى فكرة بيبقى قدامهم في الغالب تحدي التفوق، فاللي هي إيه، كان زمان أول ما تبقى مش قادرة تكمل تعليم لا تقعد في البيت، وكانت البنات بتفرح لما تقعد في البيت. لا، دلوقتي البنت بتعافر في الطبقات الفقيرة والطبقات لازم رقيقة الحال، بتعافر عشان تشتغل. على فكرة كلمة أكون نفسي دي ما بقتش للرجالة بس، لا، ولد وبنت بالظبط. ولد كده. وبنت بالزبط. طب تعالي دكتور هالة نتكلم على تأثير النسب اللي احنا قلناها في المقدمة، وتأخر سن الزواج على المجتمع بقى. يعني ده ممكن ايه الحاجة الإيجابية اللي فيه؟ أنا عايزة أقول لحضرتك برضو كلمة تأخر، عشان محدش ياخدنا إن إحنا بنشجع تأخر سن الزواج. تأخر سن الزواج عن المفهوم الخاطئ بتاعنا إحنا. أيوة. اللي هو زواج 16 عن عادتنا الغلط بالضبط كده. ده زواج مبكر. وبالتالي لما أنا بتكلم من 25 ل 30، لا، ده سن حلو جدا طبعًا للزواج. طبعا فيهوش أي مشكلة، ولا في تأخر على الأقل، ولا في عنوسة، ولا في المفاهيم الخاطئة اللي بيحاولوا بعض الناس إن هم يحطوها. بل بالعكس، كمان صحيا وبدنيا وذهنيا وكل حاجة، بتكون المرأة هنا أكثر استعدادا للحياة الأسرية، ومشقة الإنجاب، ومشقة رعاية الأطفال، وكل ده بتبقى في الأمان في كل ده، طبيا ونفسيا واجتماعيا وكل حاجة، ونضجا وخبرة وحياة وكل ده. فهي ظاهرة إيجابية.